الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,950 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. هذا واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد خبراء اقتصاديون أن الدولة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين والمتعاقدين بعد 10 سنوات في حال استمرار تراكم ديون العراق الداخلية والخارجية وغياب تنوع مصادر الإيرادات. وأضاف الخبراء أن غياب مشاريع التنمية الحقيقية وزيادة النفقات بشكل مستمر هو ما يفرغ خزينة البلاد في ظل عدم وجود مصادر أخرى للواردات سوى النفط، محذرين في الوقت ذاته من وصول الوضع الاقتصادي إلى طريق مسدود. هذا وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد قال إن العراق قد يضطر إلى تسريح الموظفين بعد 10 سنوات بسبب انهيار النفط، بسبب استمرار اعتماد البلاد على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن مواجهتها صعوبات في توزيع الدفعة الأخيرة من رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال العام الحالي. وقالت الوزارة إن هناك أعدادا كبيرة من ذوي الإعاقة وعديمي الدخل لم يشملوا بالإعانات رغم تسليم قوائم بأسمائهم منذ أكثر من عام. وأكدت الوزارة أن موازنة عام 2021 أجحفت حق الوزارة، لا سيما هيئة الإعاقة وهيئة الحماية الاجتماعية، بعد خفض موازنتها إلى أكثر من 1/3 الموازنة المخصصة لها. أكدت هيئة الاستثمار في محافظة القادسية أن هنالك عدة أسباب لفشل قطاع الاستثمار، منها العراقيل القانونية وغياب البيئة الآمنة. وقالت الهيئة إن هناك تداخلاً ما بين قانون الاستثمار الذي يعد القانون الوحيد الرأسمالي والعديد من القوانين الاشتراكية، مضيفة أن غياب توفير البيئة الاستثمارية الآمنة فاقم من فشل هذا القطاع. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق صدر 359,000 برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقرير لها إن الاستيرادات الأمريكية من نفط العراق ارتفعت مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط الصادرات 29,000 برميل يومياً كرابع أكبر مصدر للنفط الخام إلى أمريكا. بلغت نسبة إلغاء الحجوزات الفندقية في الأردن 80% من جراء انتشار وباء كورونا. رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي قال إن نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق ستصل خلال أسبوع إلى 90% بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، محذراً من احتمالية فشل المنشآت الفندقية في دفع رواتب موظفيها مع هذا العدد الهائل من إلغاء الحجوزات. ختام الموجز، إلى اللقاء.